صدام حسين يروي القصة الحقيقية لقضية الدجيل والمرأة التي وضعت الدم على سيارته. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناتنا فكرة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جديدنا. كشف المحامي العراقي خليل الدليمي أسراراً جديدة عن زياراته للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المعتقل، ويقول: سألت الرئيس الراحل عن القصة الحقيقية لقضية الدجيل والتي يحكم عليها مع كبار معاونيه ورفاقه، فقال صدام حسين: في تلك الفترة كان العراق منهكاً في الدفاع عن البوابة الشرقية بوجه أطماع الخميني، وكان لابد من تفقد أحوال شعبنا وزيارة المدن والقرى والأهوار. وهذه المرة كانت الزيارة إلى قضاء الفارس والتي تعرف باسم الدجيل. وبعد أن وصل الموكب الرئاسي، استقبلنا العراقيون بكل حفاوة، وأهل الدجيل معروفون بالكرم، وحالهم حال مدن العراق الأخرى، كانوا ينحرون الذبائح تكريما لنا. ويتابع الرئيس: كانت بعض النساء يتقدمن إلينا لتحيتنا، واقتربت امرأة من سيارة الرئاسة وقامت بوضع كفها في دم الذبائح وختمت بكفها على السيارة المخصصة لي، وهذه عادة معروفة يستخدمها العراقيون عند شراء سيارة وأحيانا لتكريم الضيوف. وأضاف الرئيس: طلب مني أحد المرافقين من الحماية الخاصة الصعود إلى سيارة أخرى ضمن سيارات الموكب، ظنا منهم أن تكون هذه إشارة لعمل إرهابي فيما بعد. ويتابع الرئيس: تركنا السيارة التي عليها ختم الدم تسير في مقدمة الموكب وفيها بعض أفراد الحماية، وعلى ما أذكر كان ترتيب السيارة التي كنت فيها الثالثة أو الرابعة، وأثناء سير الموكب وبعد انقضاء الزيارة كنا عائدين من الشارع الرئيسي، فقامت عصابة من المجرمين عملاء إيران بإمطار الموكب بوابل من الرصاص، وكانت النيران تنطلق بكثافة من البساتين من الجهة اليسرى من الشارع، فأصابوا عددا من سيارات الموكب، وكان النصيب الأكبر من رصاصهم يتجه إلى السيارة التي عليها ختم الدم بكف تلك المرأة، فاستشهد عدد من أفراد المجموعة الأولى لحمايتي وكذلك أفراد من المجموعة الثانية. ويتابع الرئيس: حلقت طائرات الهليكوبتر فوق تلك البساتين وكانت تستطلع أماكن المجرمين، وقد تعرضت لإطلاق النار من أسلحة مختلفة، وقد خسرنا بعض طيارين في ذلك الحادث. ومن الطبيعي أن يكون هناك رد فعل من الحماية الخاصة للرئيس لإسكات الجناه الذين هربوا إلى عمق البساتين. وساعد أهل الدجيل أفراد الحماية الخاصة، وتم قتل عدد من المجرمين، ومن بينهم المجرم الذي يدعى السيد الكربلائي، وهو القائد والمخطط لعملية الاغتيال، وهو شخص إيراني وليس عراقيا. وأضاف الرئيس: اعتذر لي أهل الدجيل وشيوخها وأعربوا عن أسفهم لما حصل، فأكملت زيارتي وعدت إلى بغداد، ثم قامت أجهزة الدولة بالتحقيق في الحادث وتعقب المجرمين، وأخذت الأجهزة القضائية دورها في التحقيق من دون أي تدخل مني، وتم إصدار الأحكام بحق الجناه والمتورطين في الحادث، وقد عفونا عن الكثير منهم، وصدر قرار بمصادرة البساتين المتداخلة مع المدينة، وقامت الدولة بتعويض أصحابها. أما عوائل المجرمين فقد تم ترحيلهم وإسكانهم في بيوت آمنة، وكان هذا للمحافظة على حياتهم من الأعمال الثأرية. ويتابع الرئيس: من يدعي حدوث حالات انتهاك لشرف بعض العراقيات في هذه القضية فهو شخص مغرض، خاصة أن الجميع يعرف أن صدام حسين لا ينام حين تضام عراقية إلا وينتصر لها. ويختتم الرئيس كلامه ويقول: هذا ما حصل يا أستاذ خليل، ولو كان الادعاء العام صادقا لأحضر الأوراق والمستندات الأصلية للقضية والتي تتضمن اعترافات المجرمين وتوقيعهم على ما خططوا له بوقوف إيران وراء الحادث، حيث إن حزب الدعوة المحظور في القانون العراقي والذي ينتمي إليه رئيس حكومة الاحتلال هو الذي نفذ هذه العملية الجبانة والتي أعلنت عنها إيران قبل أن تعلن عنها الإذاعة العراقية. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.